السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي تنتمنى من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. فما نساوش وكيف ولفنا وكيف العادة نبدأ الفيديو ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبالمناسبة هذا الفيديو هذا غادي يكون إن شاء الله عبارة على واحد العروض اللي هي زوينة وكتهم بزاف ديال المدن، لان هاد العروض هادي ما غاديش تكون في المدن كاملين او لا في المحلات ديال المغرب كاملين، وانما غادي يكونوا في عده مدن وعده محلات اللي غادي نذكرهم معكم دائما وكيف ولفتوا في صندوق الوصف يعني تحت من هاد الفيديو هذا، او لا غادي نخلي لكم ايضا حتى العناوين ديالهم ونذكرهم معكم في الاخر الفيديو. ف كاينه عروض كيف قلنا زوينه، خليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوها. وايضا كنبغي نرحب بالناس الجدد لاول مره كتشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ان شاء الله ديما كاين الجديد. ما نطولش عليكم بزاف، نمشيو نكتشفوا العروض اشنو فيها. اول حاجه غادي نتكلموا عليها هو هاد الطوندوز. بالنسبه لهاد الطوندوز هادي اله ديال الحلاقه سون فيل يعني بلا كابلي، وانما هذه المشكل ديالها هو انها فيها حجرات، يعني خصكم تستعملوا الحجرات ولا الحجرات ما تعطيوهمش لكم، دونك خصكم تستعملوا شي حجرات مثلا بحال ديال ديراسيل اللي تيصبروا. بالنسبه لهذوك الحجرات فاش غديرهم غيخدموا لكم ساعتين، يعني هذه غادي تقدروا تهزوها معكم مثلا ملي تكونوا مسافرين. فيما يخص هذه تيجيو مع دي زاكسيسوار بحال مثلا مشطه، مقص، بروسه باش كتنيطويوها، واحد القريعه ديال الزيت. الراس ديال هذه ففيه واحد المشطه، وهذيك المشطه راه كتريقل فكتعطيكم النمره 3 6 وكتعطيكم ايضا 9 و12 و15، يعني كتعطيكم تدرجات على حسب الحلاقه. فبالنسبه لهذه كانوا كيجيبوها تقريبا بشي 70 درهم، دابا في هذه العروض الجهويه غادي تكتشفوها ب 50 درهم يعني 1000 ريال. وهنا ايضا كاين معنا واحد لابغوس ليسونت شوفونت بالنسبه لهذا المشط الكهربائي المرطب للشعر. فبالنسبه لهذه المشطه هذه كانوا جابوها غير مؤخرا، كانوا خداوها بعض الناس، خداو على واحد الراي اللي هو ايجابي. تنتمنى النساء اللي خداوها فينورونا بالتعاليق ديالهم ويشاركونا التجارب ديالهم، فمشكورين على هذه البادره هذه. باش نزيد نشرحها لكم، بالنسبه لهذه الديزاين ديالها كيف كتشوفوا واحد الديزاين اللي زوين وخفيفه. فيما يخص هنايا عندها واحد جوج ديال لي بوطون، عندها بوطون ديال الشعل وعندها واحد جوج ديال لي بوطون اللي تنتحكموا بدرجه الحراره. فدرجه الحراره ديالها تتوصل حتى 360 دوغري، والثمن ديال هذه كدير تقريبا 70 درهم باش جابوها حاليا، اما من قبل كانوا كيجيبوها ب 100 درهم 90 درهم، فدابا هذه جايبينها حاليا ب 1400 ريال اللي هو ثمن جد مناسب بالنسبه لهاد لابروس هذه. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد الطاوله وجوج ديال الكراسي خاصين بالاطفال. نتكلموا على الكرسي او لا الكراسي شحال كيكون فيهم في لا ديمونسيون ديالهم. بالنسبه للكراسي ففي البركه ديالهم فيهم شي 28 سنتيمتر على 28، العلو عاليا ب 50 سنتيمتر بالنسبه للكوتي، اما العلو ديال مثلا الوليدات فاش غيريحوا فغادي يكون واحد العلو ديال مثلا 25 حتى 30 سنتيمتر. بالنسبه للطابله، الطابله عاليه تقريبا ب 44 سنتيمتر، لا طابل فيها 45 في العرض على 63 سنتيمتر في الطول. وفيما يخص هاد ثلاثه ديال لي زارتيكل فجابوهم ب 300 درهم حاليا، من قبل وفي الدخول المدرسي اللي عقلته راه كانوا جابوهم ب 450 درهم، دونك هادو تحيدات فيهم واحد 150 درهم من 9000 ريال، ولاو تيديروا دابا حاليا ب 6000 ريال باش غتكتشفوهم ان شاء الله في هاد العروض الجهويه. هنا كاين معنا ايضا واحد مصباح بالطاقه الشمسيه. فبالنسبه لهاد العروض كامله اللي شفتو فكاين شي عروض اللي جابوها غير بالثمن ديالها، كاين الناس كيسالوا عليها، وكاين بعض العروض اللي فيها تخفيضات كيف شفنا دابا. فكاين معنا هاد مصباح بالطاقه الشمسيه اللي بزاف ديال الناس تحتاجو، مثلا الناس اللي تتكون عندهم واحد المساحه وما عندهمش كيفاش يديروا لها الاضاءه ولا كيبغيو يقتصدوا في الضوء، فهاد المصباح هذا كيجي كفكره وكحل مناسب بالنسبه لهاد الناس هادو. فبالنسبه للمصباح فيه تقريبا شي 22 ونص على 26 سنتيمتر، وبالنسبه للبانو سولير ففيه تقريبا واحد 35 على 35 سنتيمتر. فبالنسبه لهذا التعلاق ديالو تيكون سهل، غير البانو سولير يكون مقابل مع الجهه اللي تتكون فيها الشمس ديما، باش كياخذ واحد 5 سوايع ديال لاشارج، ومن بعد هذه 5 سوايع ديال لاشارج كيعطيكم 13 ساعه ديال الخدمه، يعني يقدر يخدم لكم ليله كامله ما يطفى ما حتى شي حاجه. فيما يخص المساحه اللي كيضوي عليها فهي ديال تقريبا ديال 10 متر. بالنسبه للثمن ديالو جابوه حاليا ب 450 درهم يعني 9000 ريال، ما عقلتش بشحال كانوا جابوه المره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم هذه العروض بفيديوهات تقريبيه نهار الاربعاء، زائد العروض الوطنيه هي فيديو تقريبيه باش نزيد نوضح لكم هاد العروض هذه ونسهل عليكم الاختيار.
هنا كاين معنا واحد ديستريبيوتور دواسون، بالنسبه لهادو فكيتكلموا غير على القراعي الكبار والسيبورا، ما تيتكلموش على الكيسان بلاباي ديالو. ف هاد ديستريبيوتور هادو القراعي فيهم جوج جيترو جوج جيترو، يعني اربعه جيترو، فيهم روبينيات. كيبقى الاشكال الوحيد هو في الغطيان ديالهم، الا كانوا ديال الحديد راه كيتصداو، ولا كانوا ديال البلاستيك فراه يكونوا مزيانين. بالنسبه للناس اللي كانوا خدموا القوام ديال الحديد فلقاو لهم واحد الحل، هو انهم خداو لهم هادوك شنو كيقولوا لهم هادوك الغطيان ديال السيليكون. وكاين الناس مثلا اللي تيغطوه بالميكا عاد كيديروا عليه داك الغطاء ديالو الا كان ديال الحديد، باش هكا ما كيتصداوش، اولا حتى لا تصدى ما تيوصل لهمش هذاك الصدى لي بواسون ديالهم، وما يسممش ليهم ايضا المشروبات ديالهم. فبالنسبه للثمن ديالهم باش جابوهم حاليا 150 درهم، يعني 3000 ريال. هادو من قبل اللي عقلتو عليهم راه كانوا كيجيبو 200 250 درهم، دابا حاليا غتلقاهم غير 3000 ريال. هنا كاين معنا ايضا واحد الكوكوط ديال الانوكس ديال 8 ايترو، تيجي معاه واحد الكسكاس ديالها، الدياميتر ولا القطر ديالها فيه 26 سنتيمتر. هي كامله راه ديال الانوكس، ولكن في الداخل ديالها راه مغلفه بالجرانيت. بالنسبه لهذه النساء اللي كانوا خداوها فكانوا شكروها، ناس قلال اللي كانوا خداوها ولقاو فيها مشاكل، فالمشاكل اللي لقاو على انها تقشرات، ولكن هاد الناس هادو كانوا كيستعملوا مثلا بحال المغرفه ديال الحديد، معلقه ديال الحديد، شوكه ديال الحديد، دونك كانوا كيتقشروا لهم. فهادو من الاحسن انكم تستعملوا عليهم، ماشي غير هاد الكوكوط، وانما اي حاجه اللي هي غوفيتمون بالجرانيت تحاولوا تستعملوا معها حاجه ديال العود باش هكا تحافظوا عليها. وحنت اصلا الى داك الجرانيت مثلا تقشر فراه حتى هو تيولي خطر على الماكولات ديالكم. فبالنسبه لهذا اولا هاد الكوكوط جابوها ب 500 درهم، هو باش كانوا كيجيبوها من قبل، يعني 10000 ريال. هنا كاينه معنا اهم حاجه في هذا الكتالوج اللي هي هاد الغساله ديال الاطباق، اله لغسل الاواني. بالنسبه لهذه كيف كتشوفوا لا ديمونسيون ديالها من التحت فيها تقريبا شي 60 على 60 سنتيمتر، وعاليه ب 85 سنتيمتر. بالنسبه لهذه فغادي نجيب لكم ايضا فيديو تقريبي ديالها يوم الاربعاء ان شاء الله في الليل، فخليكم في الموعد باش تزيدوا تكتشفوها اكثر. بالنسبه لهذه فيها اربعه ديال البروغرامات، فيها البروغرام مثلا اللي تيكون هو سريع، كاين البروغرام مثلا اللي تيكون اقتصادي اكثر، كاين البروغرام اللي تيغسل مزيان يعني كيتعطل، وكاين البروغرام اللي هو عادي. فبالنسبه للناس اللي كيتسائلوا بزاف على الاستهلاك ديال الماء وديال الضوء، فهذه لا بليبار ديال الناس اللي جربوها، وهنايا راه ديجا كاتبين لكم بما في العام تقدر تستعمل لكم اولا تاخذ منكم واحد 3360 ايترو ديال الماء. وبالنسبه للضوء تقدر دير لكم حتى 261 كيلو واط في العام، يعني تقدر تاخذ منكم غير واحد مثلا 400 درهم ديال الضو في العام. وبالنسبه للمراه تحسبوها وغادي تلقاو ان شاء الله شحال. فالغالبيه ديال الناس اللي خداوها فخداو على واحد الراي اللي هو زوين، وبزاف ديال الناس هناتهم من بزاف ديال 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 ديال, ديال, ديال الشقه وعاوناتهم بزاف. فبالنسبه للثمن ديالها جابوها ب 44000 ريال، من قبل كانوا كيجيبوها بشي 36 38، ولكن هاد الاعوام الاخرى اولا هاد العام الاخراني فجابوها ب 44 وباقا بنفس الثمن هنايا. بالنسبه لهاد العروض هذه اللي شفتو دابا من الاول حتى الاخر كيبقى العنوان ديالها، العنوان ديالها فغادي يكونوا في عده مدن، نبداو بالمدن فتيكونوا غادي يكونوا ان شاء الله في مدينه المحمديه، غادي يكونوا ايضا حتى في بوزنيقه، غادي يكونوا ايضا في الرباط، سلات، مارا، قنيطره، وغادي يكونوا في فاس مكناس، وغادي يكونوا ان شاء الله ايضا حتى في مدينه طنجه، حيت هاد العروض هذه اللي كنسميوها بعروض الشمال. وتنتمنى هاد الفيديو هادي يكون عجبكم. بالنسبه للتاريخ ديالها راه كيف شوف الاول راه بادي من نهار الجمعه، وغادي تستمر ان شاء الله حتى يسالي داك ستوك اللي كاين عندهم. وبالاضافه لهاد العروض هادي فهاد المحلات غادي تلقاو فيها ايضا حتى العروض الوطنيه اللي غادي نشاركها معكم ايضا في فيديوهات تقريبيه. تنتمنى هاد الفيديو هادي يكون عجبكم، ونتمنى نلقاكم في قادم الفيديوهات باحسن صحه وعافيه. فما تبخلوش علينا دائما بالتشجيعات والتعاليق الزوينه اللي كتخليو لينا. شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، وتبارك الله عليكم.